في إطار متابعتنا للحراك الثقافي والشبابي بمدينة طبلبة واكبنا يوم السبت 28 ديسمبر فعاليات التظاهرة التنشيطية التي نظمتها دار شباب طبلبة لراب موسيقى الشباب تحت شعار شباب يتحدى فيبدع. وقد تضمنت التظاهرة عديد الفقرات منها معرض وثائقي للتعريف بمسار التاريخي لفن الراب وصور لأبرز الفنانين خاصة أبناء مدينة طبلبة إلى جانب ورشات في فن الجرافيتي وأمسية شبابية أحياها جملة من فناني الراب ومجموعات البريك دانس والتعبير الجسماني. وقد سجلنا حضور أعضاء الغرفة الفتية العالمية بطلبة في لجنة التنظيم إلى جانب حضور جمعية المرأة الحرة التي اهتمت بالجانب التوعوي حول مخاطر الإدمان والتدخين. وقد كان لنا لقاء بالأستاذة وئام التوم التي أفادتنا بأن هذه التظاهرة تندرج ضمن مشروع ترسيمها، وقد توجهت بالشكر إلى الإطار التربوي بدار الشباب وعلى رأسها السيد سامي شبير على حسن التعاون، إلى جانب شكرها كل أهالي طبلبة على المواكبة والتشجيع. ونحن بدورنا نثمن مثل هذه المبادرات التي من شأنها إحياء المشهد الشبابي بالمدينة، ونرجو أن تتكرر مثل هذه التظاهرات. Yeah.
شكرا.